to the nuclear deal. Impatience that you guys are not. الحظر على الأسلحة. طبعا الأوروبيون حينما تحدثوا عن آليتهم بدأنا بإعلام الأوروبيين بالخطر حينما ينتهي طبعا هذا الاتفاق النووي أو حينما يكون يرفع ذلك الحظر. إذن أنا لا أريد أن أربط بين الأمرين. أما بشأن سؤالك فكما قال الرئيس في يناير بأنه يريد أن يرى أعضاء الواقعين على الاتفاق النووي لينضموا إلينا حتى يخرجوا من الاتفاق ثم ينضموا إلينا حتى نحصل على اتفاق أفضل، لا يتطرق فقط إلى البرنامج النووي ولكن أيضا طبعا مثلا المشاكل الأخرى التي تفعلها إيران في المنطقة. أعتقد بأن إيران طبعا انتهكت الاتفاق النووي 5 مرات لحد الساعة. ليس هناك كثير قد بقي في هذا الاتفاق ليحافظوا عليه، سينتهي في أكتوبر، والنظام الإيراني انتهكه مرات عديدة، وطبعا لدينا سياسة ناجحة في حرمان هذا النظام من الأموال التي يحتاجها لتمويل وكلائهم في المنطقة في الشرق الأوسط. إذا أعتقد بأن الأوروبيين عليهم أن ينضموا إلينا. حينما تقول إن الانتخابات قد قررت سريا وعلى مدى 41 سنة، هل لديكم دليل ملموس؟ وهل هذا يتضمن أيضا مثلا حينما يتحدثون عن رئيس إصلاحي مثل خاتمي وغيرهم، هل لديكم أي أدلة على هذه الانتخابات بأنها قد قررت مسبقا؟ كما قلت هذا المجلس ليست المرة الأولى التي يقرر فيها، إنهم قرروا ذلك. جنادي كان هناك منذ الثمانينات وهو شخص لم ينتخب وهو يقرر الأشخاص الذين يصوت لهم الشعب، وطبعا ويقول نحن جمهورية إسلامية ولكنهم طبعا يحرمون نصف المرشحين، ودستورهم يقول بأنه ينبغي أن يكون هناك اعتماد على تصويت الشعب، ولكنه لا يمكن أن تقول إن هذه انتخابات حين يحرم نصف المرشحين من أن ينتخبوا. إيران طبعا تريد أن تحصل على الأمرين، يريدون من جانب أن يكون هناك هذا النظام الديني أو المافيا الدينية الحاكمة للدولة، ولكن يريدون أن يكونوا أيضا جمهورية. وطبعا جواد ظريف لعب هذه اللعبة لتلميع هذا النظام، وأنا كنت في جوجل مثلا أمس وكتبت جنادي هناك 69,000 كنتيجة، أما جواد ظريف ف4 ملايين نتيجة، لأن إيران تريد أن تظهر وجها للنظام يكون مرضيا للغرب، ولكن في قلب النظام فيه أشخاص مثل جنادي. هل يمكن أن أسأل عن القنوات الإنسانية التي أعلنتم عنها؟ قلتم إنكم تحدثتم إلى شركات ودول، هل كان هناك أي شحنات وهل استعملت تلك الشحنات لإرسال أدوية وغيرها إلى إيران؟ لقد تمكنا من أن يكون هناك أول معاملة في الأسبوع الماضي، أرسلنا ووصلت أدوية، وأنا سعيد بقول هذا. هناك على الأقل شركتان تحدثنا معهما، نريد أن نستغل فرصة المعاملات التي تحدث حتى تكون تلك القنوات فعالة. أعتقد أن هناك العديد من الشركات التي بدأت تتعلم هذا، كشركات الصيدلة والأدوية وغيرها، وهناك اهتمام بتفعيل هذه القناة أو الشبكة. إذن سنستمر في العمل من كثب مع المسؤولين هنا أيضا، وسترون معاملات أخرى في المستقبل.
كيف تصف ذلك الاجتماع بين أعضاء من مجلس الشيوخ أو من الكونغرس مع جواد ظريف في برلين؟ وطبعا إيران قالت بأنها لن تتفاوض حتى ترفع العقوبات، وأنتم الآن تفرضون عقوبات جديدة، ماذا تقول عن هذا؟ وزير الخارجية تحدث عن هذا، وأعتقد أن الرئيس تحدث عن هذا. السؤال الأول، لا أريد أن أعلق أكثر مما قاله الوزير والرئيس. وزير الخارجية تحدث عنها أمس. والسؤال الثاني بشأن وزير الخارجية ظريف بأن إيران تتفاوض، هذا خيار يعود للإيرانيين، وهم قد اختاروا هذا الخيار منذ بداية هذه الإدارة. هم رفضوا كل التواصل الدبلوماسي وعلى مدى سنتين ونصف. إنها ليست فقط الولايات المتحدة التي يرفضونها، إنهم رفضوا الجهود الدبلوماسية من قبل رئيس ماكرون ورئيس الوزراء أبي والعديد من الدول التي عملت لمحاولة دفع إيران أو إفهامها بأنها ينبغي أن تعمل مع الولايات المتحدة لتحل خلافاتها دبلوماسيا. ولكنهم اختاروا طبعا أحيانا الخيار العسكري. سياستنا واضحة جدا. وفيما a better path to work with the United States to resolve our differences diplomatically.